السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يروى أن ضائقة مالية ضربت قرية ما فوضع واليها قدرا كبيرا في ساحتها وطلب من كل مالك بقرة وضع كوب من الحليب حين يظلم الليل، بادرة تضامن وتوفيرا لقوت الفقراء والمحتاجين. وقد ظن الوالي أن أهل قريته ميالون للعطاء كارهون للرياء وأنهم إذا ما دعاهم سريعا يلبون النداء. عند الصباح جمع الوالي أهل القرية ثريهم وفقيرهم ورفع الغطاء عن القدر فإذا به ممتلئ بالماء الصافي، ذلك أن كل صاحب بقرة فكر أن كوب مائه سيضيع بين أكواب الحليب. فظل الناس يتهامسون، ضاع الإيثار من قلوب الناس وصار حليب البقر أغلى من دم البشر. وإذ بحكيم ينادي: يا من عاملت رعيتك معاملة البقر الحلوب، يأكلون فيحلبون، احذر يوما قد تشحذ فيه كوب حليب فلا تجده. ألقاكم بعد الجينيريك.